علاش كنقول لكم خرجوا الصباح تمشاو شوفوا الجو، عفتوا مع البارح طاحت الشتا، شوفوا 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 لي الجو كيفاش دايروا. جو بونس مازال جايه الشتا، الجو رائع رائع رائع. يا جالو ميلكي علي فيان ميلكي بس كنديروا لا مارش جوج بينا، المهم كنتحركوا اون بوج لا مارش جري كارديو تو سكو فو فولي، ليسونسييل هو الواحد يتحرك، هذه هي اهم حاجه سورتو فاش كيكون الجو زوين بحال هكا. شوف السما يا ميلكي، فازي فازي ميلكي كيش بور بزاف. يلا بيان موتيفاسيون، صباح الحماس، خرجنا تمشينا بدلنا الجو بدلنا لينيرجي، خدينا واحد لينيرجي زوينه ديال الصباح، خدينا البركه ديال الصباح، تحركنا حركنا دقات القلب. خرجت معايا ميلكي حتى هو دار لا مارش ديال توس ديال الصباح، حيت كيخرج دابا دو فوا في لا جورني، مره في الصباح ومره في الليل. سينو دابا لقيتوني دخلت، اول حاجه درت حيدت حوايجي، دوشت غسلت غير لحمي باسكو شعري باقي نقي، واصلا ما جريت ما والو يعني ما عرقتش غير شللتو. دابا غادي ندوز نوجد واحد الفطير غادي يكون عامر بالبروتين يا سلام، ومن بعد غادي نبارطاجي معاكم لي زاشا اللي شريت وشحال هادي ما درت انا وياكم. هاد الكليسه هادي مشتريات خاصه بفصل الشتاء، غادي نوريكم شنو خديت. المهم كتحضيرات ديال الشتا، خديت شي حوايج للدار على حساب لا شومب، وخديت شي حوايجات ليا، وانا عارفه كيعجبوكم هاد لي فيديو، داكشي علاش غادي نشاركو معاكم. حتى انا كيعجبني نبارطاجي معاكم باش نتوما كتقولوا لي الراي ديالكم، كتقولوا لي كي جاتكم الحاجه عجباتكم زوينه وما زويناش نخليها ولا نرجعها. المهم دابا غادي ندوزو، اول حاجه نديرو هي نوجدو الفطير ديالنا. وقبل من اي حاجه وقبل ما نفطر، اول حاجه غادي ندير غادي نشرب الديتوكس ديالي، راه تسالى ليا وعاود صايبتو. اللي مازال ما جرباتش هاد الديتوكس راه كاين فلاشين ضروري تجربيه، راه كيعاون بزاف باش تعافي، كيحيد لا ريتونسيون دو، و اون بليس المذاق ديالو واش حتى تقدر تغمض عينيك. الأومليت ديالتي وجدات، كتجي رائعة يا سلام. نزيد شوية ديال الفرماج هنا غير بور ديكوري وصافي. وبالصحة والراحة، بغيتو تاكلوها هكا كلوها، بغيتو ديروها على شكل ساندويتش كديروها على شكل ساندويتش، كتجي يا سلام. حسيت الجلسه هذه كتعجبني انا، بعدا كتعجبني حيت انا كيعجبوني لي بارطاج، وكيعجبني نبارطاجي معكم اي حاجه. لا فيديو هذه بحال جلسه مع صحباتي ولا بحال ابي فيديو مع ماما، خصوصا كيعجبوني هاد الجليسات هادو حيت كنستافدو منهم كاملين، وكنبارطاجي معكم انا شي حوايج اللي كتقدو حتى نتوما تستافدو منهم. اليوم ما شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم، بعدا سمحوا لي بزاف على الصداع اللي كاين، حيت فريمون كاين صداع والله الا اكثر من ساعه وانا كنتسنى فيهم ايه يحبسوا واحد شويه يمشيو يتغداو الجوج هادي، والو ما بغاوش يحبسوا، وانا نقول صافي خليهم
خليهم كيخدامين كيبنيو واحد العماره الله يعاونهم حتى هما يا سينو. الفيديو ديال اليوم فيها مشترياتي لفصل الشتاء غندير عليكم فلوتيت، غنوريكم شي حوايج خديتهم وغادي نبارطاجي معكم شنو خديت. خديت واحد الحاجه للدار باش نبدلوا لا ديكور ديال لا شومبر ديال بيت ناس، وشنو خديت ليا انا على حساب البرد والشتاء. راكم عارفين هاد لا سيزون اي فوا كيقرب البرد كلنا بدون استثناء كنبداو نشريو حوايج البرد، بيجامات باطوفات، المهم داكشي كامل اللي كيخص الشتاء انا غادي نوريه لكم. اول حاجه خديت هذا، خديته من ال سي واي كيكي، شوفوا هذا خاص بدغا ديال ديما كتسولوني ملي كتاخديو ملي كتاخديو، انا قلت نبارطاجيه معكم بحال هكا. هذا راه كنت بارطاجيته معكم صراحه من البنات كيصدقوا زوينين فريمون كيصدقوا زوينين، غير هما ما تاخذوش هذوك اللي رخاص، خذوهم كيكونوا غاليين واحد 500-600 درهم، وزدو كواد كتخدم ليك على شكل يزار ملي كيكون الصيف ملي كيكون الصيف ملي كيكون البرد راه كديري فيها لا كواد كيصدقوا ليا فنين. هانتوما صبن ورد، هذا تقريبا راه عامين هو عندي صبن ورد، ما كيطرا ليهم حتى شي حاجه، ما عرفتش واش عامين ولا عام ونص. المهم هذا اللي خديت هذه المره فيه واحد لا كولور مختلفة، هاد لاكولور غادي وليت كنحبها وليت كنعشقها. كيجي فيه هانتوما لا اوز دو كويت، ها هي غنوريكم غير الزويويقة اللي فيها تا من بعد فاش نقاد بيت نعاس، وليك ساعة نبارطاجي معاكم. هاد لاكولور هادي انا ولات كتحمقني كتحسي بأجواء ديال الخريف ديال الشتا. هذا راه عندي بحالو في الكري ودابا خديتو في هاد لاكولور، شوفو جاي مزيو. المهم جاي مرسوم فيه فيل هنايا وفيه هنا وريضات وداكشي، فيهم هادي ديال الناموسية ولا ازار اللي بغيتي. جوج خديدات كبارين، ها هو لي موتيف اللي فيها شفتو، حبيت لا تسالوني ليش. المهم كيجيو جوج ديال الخديات، ها هي الثانيه خديتو من ال سي واي كيكي، كان داير 800 درهم وخديتو واقيلا 500 درهم، ما عنديش لا فاكتور، وقيلا خديتو ب 500 درهم حيت كانت فيه بروموسيون. غنبدا ليكم بلي بيجاما، هادي البيجاما الاولى، انا غادي نقيسهم معاكم باش تشوفوهم كيفاش دايرين. شوفو انا كيعجبوني لي بيجاما ديال ايطا فريمون، كيعجبوني لي بيجاما ديال ايطا. هذا لو او ديالها وسخيخنين التوب ديالهم حنين كنقولها ديما، كنقولها فاش كنشري شي بيجاما كيكون التوب ديالها زوين كنقول التوب ديالها حنين. هادو راه كيجيو بالبانوار ديالهم، هاد باش زوين كتقدي تلبسيه مع بزاف ديال لي بيجاما، يعني ماشي غير بيجاما وحده، تقدي تلبسيه الا عندك بيجاما وحده اخرى في الكري تقدي تلبسيه معاها من الفوق، في الحمار حتى هي يجي معاها، في الغوز حتى هي يجي معاها، هادشي باش بحال كتستافدي من البانوار. عرفتوا هاد البيجاما هادي حمقاتني غزاله غزاله غزاله. المهم لي ديتاي راني غنصورهم لكم ابا، انا لي بيجاما ديال ايطام كلهم كيعجبوني حيت فريمون زوينين ومبدلين، ماشي دوك بيجامات اللي كاينين بارتو اون بلوس كيكونوا صحاح كيصبروا. حبيتو هذا راه جاي طويول، سخيخن 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 كيشهيكم في البرد والشتا والرعد وداكشي كامل حبيتها. هادي فيها شويه ديال لو روج، ها انتم شوف لو بونطالون ديالها جاي روج، شفتو جايين فيه قليبات، ديرو قليبات ملي توصلوا لهاد الأرض ديرو بوز وديرو قليبات. وجاي هذا البنوار ديالها تا هو في لو كغي، شوفو هاد لو كغي لي كيكون منقط بكغي فونسي ولا بنوار، كيعجبني أنا هذا وسخيخنين، عرفتو شهاوني في البرد وفي الشتا أجواء الممطرة. دي فيها هاد لو ديتاي هنا في لو روج، بونطالون في لو روج، وهذا ديالها جات قدي، هادي طاي ام جات قدي، الله سخيخنا. حبيت جاي فيها لو روج، جاية مبدلة في
البيجامات اللي غادي نوريها لكم، ولكن ما خديتهاش حيت جاتني كبيره، جاتني فريمون كبيره بزاف. راه غادي نقيسها، غنقيسها ونصورها لكم. المهم السروال ديالها هكايا شفتوا، وهذه فيها زويقه هنا. هو البنوار ديالها شفتوا جاني كبير، هذه اصلا اكس ال، لا ال، جاني كبير. هذه جو بونس كبيره هذه، مي زوينه عرفتوا لا كولور ديالها زوينه، ما فيهاش القبيب. حبيت لا تسالوني ليش، يمكن عقل او كاش داكشي ديال البرد. هذه كبيره صراحه، جاتني كبيره، جاتني فريمون كبيره بزاف. انا لي بيجاما ما كيعجبونيش يجوني كبارين، مي فريمون زويونه. هادي في الغوط حبيتها، عجبتني 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 عجبتني، شوفو جايه كيوت. هذا السريويل ياكو، وهذا التريكو جاي موتيف واحد نفس الزويويقه، وهذا البينوار حتى هو فيه القبيل فلو غوز. يا لالا غزالة، زوينة فريمون زوينة، غزالة حتى هي زوينة، فيها القبيب ديال البرد. قولوا لي كي جاتكم، انا حبيتها، انا حبيتها. شوفوا لي ديتاي اللي فيها، حتى هي في الكري نفس لي موتيف اللي كاينين في البنطالون هما اللي كاينين في لو او، وفيها واحد لو غوز هنا هو اللي كاين في البنوار. اي لايك ات. كي جاتكم عرفتوا سخيخنا فريمون سخيخنا. هما لي بيجاما لي خديتهم، انا خديت ثلاثه وحده غنرجعها ما جاتنيش، وخديت سبرديله انا نوريها لكم. ها هي ديال بولو، هذه فريمون زوينه شوفوا، و كونفورتابل كونفورتابل كوم با بوسيبل. اتمنى راه عنده منا شي ثلاثه واقيلا كيعجبوه كياخذو. المهم قولوا لي كي جاتكم هادي، لا طاي 39 فني ولا غزاله. الثمن ديالها لا علاقه بالثمن اللي مافيشي في السيت. اول مره غناخذ شي حاجه ناقصه لهاد الدرجه، راه ناقصه اكثر من 50%. شوفوا البنات شقدي، يعني غادي نرجعها كيجي لو بونطالون ديالها هكا مزوق. هي زوينه غزاله، ولكن جاتني كبيره، جاتني فريمون كبيره. لا كولور ديالها راه ماشي بلون، ماشي بلون كاسي، داك بحال واحد لو بلون اللي مرشوش شويه بالغوز، وهنا فيها الساتان. غزاله فريمون غزاله، ولكن دوماج جاتني كبيره. بينوار ماشي مشكل، مي لو بونطالون شوفوا جاتني كبير. خديت هادي بونطوف زويونه، خديتها ما قيستها بعدا نشوف كي كتجي. كتخشى فيها هذا الشيء زويونة زويونة، تاهي ديال الإطعام زويونة حبيتها. هادشي اللي كاين قولوا لي كيف جاكم لي زاشا، قولوا لي واش شريتو نتوما شي حاجة، واش بديتو كتاخدو ولا مازال. أنا صراحة بديت كناخد مرة كناخد شي حاجة، حيت صافي عرفتو دابا غيسالي شهر مال با عشرة، المهم غيسالي شهر عشرة غادي يبرد الحال. دابا راه بدا كيبرد في الصباح وسط النهار، كتكون الشميشة الجو ديال الخريف، يفوا غيسالي شهر عشرة صافي غادي يبرد الحال. إوا هذا مكان، هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو مختلف غادي نحطو لكم واقيلا مع الويكاند. المهم تفرجوا فيه لاباج منين خديت هادشي هذا، راه غتلقاوها عندي في انستغرام، وغنخليها لكم في أول كومنتار لتحت. سينو ما تنساوش ديروا لي القليبات عليكم كاملين، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. وما تنساوش غدا إن شاء الله إلا كان السبت، إلا حطيت لكم هاد لافيديو الجمعة، غدا إلا كان السبت فيقوا الصباح وخرجوا تمشاو، فيقوا الصباح وخرجوا تمشاو. موتيفاسيون في انستغرام، انا ان شاء الله باذن الله نهار السبت غنفيق وغنخرج وغندير لا مارش وغندير سبور وغندير ان اكتيفيتي فيزيك اون جينيرال، غادي نتحرك. حتى نتوما فيقوا وخرجوا وتمشاو، ونخليكم في امان الله، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. عليكم قولوا لي كي جاوكم هاد الحويجات.